أهلا بكم من جديد. إذن في ظل الأزمات المتتالية مشاهدين التي تمر بها البلاد، يواجه الاقتصاد الوطني تحديا كبيرا نتيجة للتدهور المستمر في قيمة العملة المحلية. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار وما تأثيراته أيضا المباشرة على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن؟ والأهم من ذلك مشاهدينا، ما هي الحلول العاجلة التي يمكن أن تساهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة الاستقرار المالي؟ أناقش ذلك بمعية السيد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي المعروف، وأيضا ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية السيد وفيق صالح الصحفي الاقتصادي المعروف. مساء الخير سيد وفيق. مساء النور والعافية، تحية لك ولضيفك الكريم. تحية لك وأشكر انضمامك معنا، واسمحوا لنا أن نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش. الريال اليمني وسعر الصرف والوضع الاقتصادي، ثلاث مصطلحات باتت هي كل ما يشغل اليمنيين بعد أن وصل سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى تاريخي من الانهيار الذي لم يسبق أن وصلت إليه من قبل، حيث كسر سعر صرف الدولار حاجز 2000 ريال، فيما تعدى صرف الريال السعودي 520 ريالا. كثيرة هي العوامل والأسباب التي مر بها الاقتصاد وأوصلت العملة إلى هذا المستوى من الانهيار، ولعبت الحكومة والشرعية في كل المراحل دورا سلبيا جعلتها تفقد قيمتها هي الأخرى في نظر الشعب. فقدان السيطرة على السياسة النقدية وترك المركز المالي للدولة في صنعاء لسنوات كان أول هفوات الشرعية، حيث استغلت الميليشيا الحوثية الوضع وشرعت في نهب الاحتياطي الأجنبي للبلاد المقدر ب5 مليارات دولار. وفي صحوة متأخرة أصدرت الحكومة قرار نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، لكن بعد أن تم تصفير الاحتياطي من قبل الميليشيا، وبالتالي لم يشكل القرار فارقا كبيرا خصوصا مع عدم وجود الدعم الكافي للبنك والاقتصاد. بعد ذلك وفي قرار غير مدروس ذهبت الحكومة لاتخاذ قرار طباعة عملات نقدية جديدة دون النظر في عواقب القرار وما قد يضفيه من أعباء على الاقتصاد والوضع النقدي. لم تفوت الميليشيا الحوثية الفرصة لمحاربة اليمنيين وتضييق عيشهم، فقامت في العام 2019 بإجراءات كارثية عبر منع وحظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة لتخلق أكبر أزمة اقتصادية، وكان ما بعد ذلك أكثر كارثية مما قبله، حيث أصبح للبلد الواحد عملتان، وذلك بالمفهوم الاقتصادي والإنساني، يعني تعميق ومضاعفة المأساة. لم تتوقف الميليشيا بل ذهبت أبعد من ذلك، في عام 2022 حين استهدفت موانئ تصدير النفط في مناطق الشرعية في حضرموت وشبوة، الأمر الذي أفقد الحكومة أحد أبرز مصادر دخلها الذي تعتمد عليه في كثير من المجالات. مؤخرا جاءت الفرصة للشرعية لمعالجة كل إخفاقاتها عبر القرارات القوية التي اتخذها محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، غير أن المجلس الرئاسي والحكومة رضخت للضغوطات الأممية والسعودية وقامت بتجميد القرارات إلى أجل غير مسمى لتذهب العملة بعدها نحو منحدر سحيق من الانهيار. هذا المسار الطويل من الانتكاسات والانهيار شاركت فيه الشرعية وحكوماتها المتعاقبة منذ 10 سنوات، حين وقفت عاجزة أو ربما تصرفت بخذلان مع حاضنتها الشعبية ولم تقم بأي حلول جذرية لضبط سعر الصرف في الأسواق، وتركت المجال للمضاربين بالعملة وللميليشيا من جهة أخرى للعبث بالوضع الاقتصادي. فهل ستستمر في خذلان مواطنيها بعد أن بلغ السيل الزبا كما يقال، أم ستصحو من غفلتها لتعالج كل الأخطاء؟ إذن نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نناقش ما تبقى أيضا من الوضع الاقتصادي بمعية السيد ياسين التميمي. في هذا الجزء لو ركزنا على ربما دور البنك المركزي الآن في استعادة يعني قيمة العملة الوطنية مجددا، تحسن طفيف للعملة الوطنية بعد إعلان البنك المركزي عن مزاد لبيع 50 مليون دولار، هناك من يقولنا يعني حدث هناك يعني تحسن طفيف، ولكن دعني أتحدث عن دور البنك المركزي الذي تم كسره يعني في وقت سابق. فبالتالي الآن هل هناك ثقة بإجراءات البنك المركزي أيضا؟ هل يعني البنك المركزي أيضا يعني سيستعيد ثقته بنفسه أيضا وبإجراءاته؟ هل سيمكن؟ كان البنك المركزي ولا يزال مركز دستوري مهم
وقوة مهمة جدا في إطار السلطة الشرعية، والقرارات التي اتخذها أعطت فكرة عن مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه البنك المركزي فيما لو قام بأدواره ومسؤولياته على أكمل وجه. طبعا تعلمون أنه دول تدخلت وضغطت لكي يبقى الحال على ما هو عليه، وهذا الأمر هو جزء من مخطط تدمير اليمن والتآمر على اليمن. طلعت فيه دول خارجية ودول إقليمية ومارست هذا الدور للأسف الشديد بمنتهى البشاعة، ولم تحسب حساب الوضع الاقتصادي للشعب اليمني، ولم تحسب حساب التهديدات التي يتعرض لها الشعب اليمني، ولم تحسب حساب لمصالح الشعب اليمني للأسف الشديد. القرارات البنك المركزي اليمني هي القرارات الصائبة التي كانت يفترض أنها تعيد الأمور إلى نصابها، وهي المؤشر الحقيقي لمدى مصداقية الدول التي تدعي أنها تدعم مكانة ومركز السلطة الشرعية. لكن تبين أن قرارات البنك المركزي خلطت الأوراق ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم ونقلت البلد إلى مرحلة مختلفة. يعني في النهاية الحوثيين هددوا بالحرب، ولم يهددوا بالحرب على المستوى الداخلي، وإنما هددوا بالتصعيد مع اليارة السعودية. طبعا هم يمارسوا نوع من الابتزاز، هم يعرفوا أنه التصعيد العسكري مع الداخل لن يؤتي بشيء، هم لن يستطيعوا إحداث أي شيء على المستوى الداخلي، هناك من سيقف في وجه هذه الجماعة ويصدها كما أفشل الهجوم على مارب. الحوثيون لا يستطيعون أن يقولوا أي شيء فيما يتعلق بمارب، كان هدفهم هو أسقط مارب، فشلوا لأن هناك من يدافع عن مارب. إذن سيرسلون الصواريخ المعتادة، ستزودهم إيران بالصواريخ، وسترسل إيران الصواريخ نيابة عنهم لكي يعززوا مركز الحوثيين السياسي والعسكري والاقتصادي، وهذا ما حدث. الابتزاز المملكة العربية السعودية دفع بالجميع إلى احتواء الأمر. أيضا خلط الأوراق كان سيضع الجميع عن مسؤوليتهم، يعني بمعنى أنه إذا قرر الحوثي التصعيد فالخط السليم أنا في تقديري هو التصعيد مع جماعة الحوثي عسكريا وحسم هذا الموقف بشكل نهائي. لا يمكن لك أن تصل إلى نتيجة بدون حسم عسكري مع جماعة الحوثي. إذن كل تتحدث يعني هذه الضغوطات من الدول العربية ولا رأسي المملكة العربية السعودية أعاق تنفيذ قرارات البنك المركزي في وقت سابق. الآن نحن أمام متغيرات كثيرة على الساحة الإقليمية وكذلك الدولية، هل باعتقادك سيكون نفس الضغط على الحكومة على البنك المركزي؟ يعني نحن أمام تغيرات كبيرة جدا الآن، وهذا التصعيد في البحر الأحمر، وتابعنا أيضا ما حصل في طهران، ونحن ننتظر الآن الرد وكيف ورد الرد ما بين العدو وما بين طهران. هل باعتقادك سيكون له أيضا ارتدادات بما يتعلق في اليمن؟ هل سيكون هناك سياسة جديدة تتخذ مع ميليشيا الحوثي حاليا؟ واضح يعني الخطاب الأمريكي لا يزال يعاني من حالة انفصام. يعني مثلا في مجلس الأمن المندوبة الأمريكية أو نائبة المندوبة الأمريكية، الشخص المرأة التي تحدثت في اسم الولايات المتحدة في مجلس الأمن، تحدثت عن الحوثيين وعن دورهم المزعزع للاستقرار وكذا إلى آخره، ونبرة الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة إزاء الحوثيين، لكن هذا ليس معيارا أنا في تقديري. الأمر لا ينبغي أن نحصل على نتيجة من خلال تغير في الموقف الأمريكي بناء على حسابات أمريكية أو حسابات إسرائيلية. نريد من الأمريكان أولا أن يكفوا عن التدخل السلبي الذي تسبب في انهيار الدولة اليمنية منذ 2014 إلى اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في دفع الحوثيين إلى إسقاط الدولة، وهي التي وفرت الغطاء بشكل كامل، وهي التي صنعت العملاء داخل السلطة الشرعية لكي يمرروا مخطط إسقاط صنعاء وإسقاط الدولة. هذا أمر يعني لا يستطيع أحد أن ينكره. الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي التي أسقطت الدولة في 2014، ودورها كان حاسما في إسقاط الدولة، وظلت توفر الغطاء السياسي والعسكري لجماعة الحوثي إلى أن حدث يعني في نهاية فترة ترامب تقريبا حدث التحول عندما جرى تصنيفهم كجماعة إرهابية. لكن حتى هذا التصنيف أعتقد أنه كان يعني جزء من حالة الصراع الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يعبر عن التزام حقيقي أو تغير في الموقف الأمريكي تجاه المهمة القادرة لجماعة الحوثيين التي تدعمها الولايات المتحدة بكل قذارة وبكل خبث وبكل مكر. يعني أنا في تقديري أنه الأمر يحتاج إلى تقوية دور السلطة الشرعية، إلى السماح للمسار الصحيح بأن يمضي قدما، وهو استعادة السلطة الشرعية.
التعاطي مع جماعة الحوثي باعتبارها جماعة انقلابية هو المؤشر الذي سيعطينا انطباع ما إذا كان هذا العالم الذي يؤثر في 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 الساحة اليمنية يعني قد غير مواقفه أم لا، لأنه انعكس إيجابيا أو سلبا، صحيح سلبا أو إيجابا، لأنه ما يحدث هو أن عملت الولايات المتحدة بكل إمكانيتها لإبقاء المركز المالي كما جاء في التقرير في صنعاء، لم يحدث نقل البنك المركزي إلا عندما حدث تغير في العلاقات السعودية الأمريكية، نعم. يعني ثم سمح بنقل البنك إلى عدن. عدا ذلك هناك قضايا كثيرة لها علاقة بممارسة بعض الصلاحيات السيادية من قبل الدولة اليمنية لا تزال موجودة في يد جماعة الحوثي بحكم أنهم سيطروا على صنعاء اللي هو مركز الدولة. عندما يراد نقل هذه الصلاحيات للسلطة الشرعية يعترض المجتمع الدولي نفسه، لأنه لم يحدث تغير جوهري، لم يحدث تغير جوهري من مسألة الانقلاب، ولم ينظر للانقلاب باعتباره تهديد استراتيجي حتى للأمن والسلم الدولي. سينضم معنا سيد وفيق صالح عبر الهاتف، تعذر وجوده معنا عبر الأقمار الصناعية. نرحب بك سيد وفيق، ودعني أركز معك على دور البنك المركزي. الآن عقد اجتماع وحصل هناك تحسن طفيف للعملة الوطنية جراء بيع يعني مزاد 500 مليون دولار. تحدث أن البنك المركزي يرجع هبوط العملة إلى توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات، وتحدث أيضا يعني ودعا الحكومة لإعادة النظر في سياستها المالية والاقتصادية، ودعا أيضا المجلس القيادة إلى دعم البنك المركزي ومساندته. بداية، كيف تجد ما يعني قام به البنك المركزي؟ وهل يستطيع الآن انتشال يعني الاقتصاد الوطني المنهار والعملة الوطنية كذلك؟ في الحقيقة البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم هو يردد الكلام الذي يقوله الناشطون والمراقبون خلال الفترات السابقة، أرجع هبوط العملة المستمر إلى تراجع حجم الموارد العامة وزيادة النفقات الحكومية وعدم ضبط النفقات بما يتواءم مع الإيرادات في الوقت الراهن، لكنه لم يقر أي من الإجراءات التي تحد من عملية هبوط العملة خلال الوقت الراهن. نحن نعرف والجميع يعرف أن هذه الأسباب التي أدت إلى انهيار قيمة الريال اليمني هي تعود إلى شقين، شق في المالية العامة للدولة يتعلق بالإيرادات المحلية والإيرادات الخارجية، صادرات النفط والغاز متوقفة منذ بدء الحرب، هناك أيضا توسع في آلية عملية الواردات بشكل كبير جدا، هذا أدى إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة، أيضا النفقات الحكومية بشكل كبير جدا خصوصا النفقات المدفوعات النقد الأجنبي، وبالتالي هذا يشكل عبء كبير على الميزانية العامة للدولة وعلى الإيرادات التي تصل إلى البنك المركزي خلال الوقت الراهن. المشكلة التي تتعلق أو أدت إلى هبوط العملات تتعلق بالشق النقدي وهو السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة السابقة، وخصوصا بعد التراجع عن القرارات التي تقضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعدها التراجع كان حصل لنا فراغ كبير في إدارة السياسة النقدية وأدى إلى إعادة انتفاشة السوق السوداء وبسط سيطرة الشبكات المالية الموازية على سوق الصرف، ما كان لها اليد الطولة في التحكم بسعر الصرف بما يحقق أهداف ومصالح المضاربين على حساب المصلحة العامة للمواطن والمصلحة العامة للبلاد. طيب هنا سؤالي سيد وفيق، تحدثنا السياسة، نعم السياسة النقدية هي السبب الآن فيما نعيش الآن من هبوط بالنسبة للعملة، طب لماذا دائما يعني لا يكون هناك تدخلات قبل هذا الهبوط وهذا السقوط وهذا الوضع الكارثي؟ لماذا لم يتدخل البنك المركزي؟ هل باعتقادك هناك صراع الآن ما بين البنك المركزي ربما والمجلس الرئاسي والحكومة جرى ما حدث سابقا من التراجع عن القرارات؟ أعتقد أنه بعد التراجع عن قرارة البنك المركزي حصل نوع من الإحباط لدى المحافظ البنك المركزي، وبالتالي هو منذ ذلك الوقت خارج العاصمة المؤقتة عدن وأجرى عملية جراحية في إحدى دول الغرب، وأعتقد أنه إلى الآن لم يعد إلى عدن وشارك في اجتماع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبالتالي حدث نوع من الفراغ حتى في إدارة البنك المركزي، لأن التراجع كان مثلا تقويض لشرعية
البنك المركزي وسلطته على إدارة السياسة النقدية في البلد. التراجع كان حصل بدون أي مقابل وبدون أي تنازلات كان ممكن أن تقدمها ميليشيا الحوثي، لأن البنك المركزي تخلى بمحض إرادته وبعد الضغوطات التي حصلت من قبل المجلس الرئاسي ومن قبل الحلفاء على أهم ورقة مالية كان يمكن أن يخضع بها ميليشيا الحوثي دون أن يحصل على أي تنازل بالمقابل من الطرف الآخر، حتى على سبيل المثال توحيد السياسة النقدية وإعادة تصدير النفط الخام. وبالتالي أعتقد أنه بعدما حصل حدث نوع من الفراغ وأدى إلى إعادة انتفاشة السوق السوداء وسيطرتها على أسواق الصرف مقابل هيمنة المضاربين الذين لهم بالأساس يطلعون ميليشيا الحوثي ويعملون على تهريب العملة الصعبة من المحافظات المحررة إلى ميليشيا الحوثي مقابل ترحيل كافة الأزمات التي تتعلق. نعم، إذن الفراغ هو سبب ما نعيشه حاليا سيد وفير. إلى العاصمة المؤقتة. الفراغ الذي حدث في الفترة السابقة أدى إلى ذلك. طب الآن من جديد أتى البنك المركزي واتخذ جملة من الإجراءات، هل باعتقادك ستكون ناجعة؟ ليست ناجعة، لأن أنا اطلعت على البيان البنك المركزي اليوم جاء في الخبر أنه أقر عدد من الإجراءات. ما هي هذه الإجراءات؟ لماذا لم يوضحها؟ لأنه أعتقد أن عدم التزام البنك هنا في الشفافية ليست نقطة إيجابية ولا يعول عليها ولا يعول على هذه القرارات. وأعتقد أن هذا الاجتماع جاء تحت ضغط الشارع بعد هذا الانهيار المتسارع الريال اليمني. ما يمكن أن يعمل على إصلاح الأوضاع الآن وعلى إعادة الاستقرار للريال اليمني هي حزمة إصلاحات تتوائم في الشق المالي والشق النقدي، دعم مالي مباشر للبنك المركزي، إنتاج أو عفوا إعادة تفعيل كافة المصادر المستدامة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، وبالتالي تمكين البنك من سلطته السيادية في إدارة السياسة النقدية، والعودة إلى ما قبل يوليو الماضي عندما تم إلزام البنك المركزي بالتراجع عن هذه القرارات وإلزامه مستقبلا بعدم أي اتخاذ قرارات مماثلة. نتمنى بطبيعة الحال أن يتم كل ما ذكرته سيد وفيق يعني لإنقاذ الاقتصاد الوطني، يعني الناس يعني ذاقوا ذرعا بما يحدث في مناطق الشرعية. أشكر تواجدك معنا الصحفي الاقتصادي المعروف السيد وفيق صالح، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، كنت معنا عبر الهاتف. سيد ياسين، هل باعتقادك سيكون هناك تدخلات ناجعة الآن لإنقاذ الوضع، أم يعني سيترك المواطن ليلاقي يعني الآن كل ما يعانيه من غلاء معيشة وضع إنساني متدهور؟ هل سيكون هناك تدخل من قبل المملكة العربية السعودية؟ هذا يتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية أيضا لابد ما تعزز بإجراءات على المستوى الواقعي، على المستوى الميداني. على ذكر الإرادة السياسية، يعني رئيس الوزراء في خبر يدعو المجتمع الدولي لدعم الحكومة لوقف انهيار العملة. هذا كلام فضفاض. ينبغي أن يوجه نداءاته بشكل مباشر للمملكة العربية السعودية. المجتمع الدولي مشغول، يعني لا يهم، يعني الإحاطة اللي قدمها المبعوث الأممي لم يعني يهتم بها أحد. العالم مشغول بقضايا أخرى، بمناطق مشتعلة أكثر أهمية، يعني تجذب اهتمام العالم أكثر من اليمن. الإجراءات الواقعية هو أنه السلطة الشرعية تمارس نفوذها على الأرض، تعيد تصدير النفط، تطالب يعني يكون هناك عملية تفاوضية تؤكد أنه مسألة إنقاذ الشعب اليمني في هذه المرحلة هو لا يعني فقط أنك تعالج وضع اليمنيين أو تخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي. هذا الأمر سينعكس على المنطقة برمتها، يعني عندما ينهار هذا الشعب اليمني وتعم الفوضى المنطقة كلها تتأثر. صحيح. عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الاتجاه هذا يشير إلى حجم الاستهتار بالشعب اليمني، استهتار يعني وهذا التفريط الذي للأسف تتورط فيه السلطة الشرعية وقادة السلطة الشرعية. وللأسف الشديد عندما تلاحظين شخص يتحدث ويخرج ويلف العالم ويتحدث عن قضايا يعني من قبيل قضية الجنوب والشمال الشرق الغرب، بينما في قضايا أساسية اليوم هي موجودة، التي ينبغي أن تحشد قوى الشرعية واهتمامات قيادة الشرعية، وإلا نحن للأسف الشديد في حالة غير مسبوقة من العبثية والفوضوية التي جعلتنا
للأسف في هذا في هذه الوضعية، قيادة شرعية مرتهنة ومنقسمة وأولويتها مختلفة أحيانا ومتصارعة ومتصادمة مع إرادة الشعب اليمني، وأطراف صبر كثيرا وأطراف إقليمية مهيمنة اليوم تمارس هذه الهيمنة بأقل ما يمكن من الخسائر والإلزامات المادية. هذه مشكلة كبرى، هذا يدل على أن اليمن هامشي إلى حد كبير بالنسبة لاهتمامات الإقليم والعالم. يعني قيادة الشرعية موجودة في العاصمة المؤقتة عدن، ويعني نتمنى يعني يتداركوا الوضع ويكون هناك اهتمام أكبر. سيد ياسين، أشكر تواجدك معنا، الكاتب والباحث السياسي المعروف السيد ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك سيد لانضمامك معنا، وكل الشكر للدكتور عبد القادر الخلي الأكاديمي والباحث كان معنا عبر الأقمار الصناعية، وكذلك سيد وفيق صالح الصحفي الاقتصادي المعروف. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير. We'll be right back.